بالتأكيد رقم ثلاثة رقم كويس للنادي الأهلي، وحققنا ثلاثية وحققنا فوز، ورغم الفوز بعض جماهير النادي الأهلي كانت اتكلمت عن الأداء فارس، فكنا حابين طبعا نعقب على فكرة الأداء. ومن وجهة نظري يعني أي فريق في العالم لما بيحقق بطولة كبيرة الطبيعي طبيعي إن ممكن كيرف اللاعبين أو المستوى الفني ينزل شوية. اللي شفناه مع النادي الأهلي إن هو بعد ما حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا قدر يحقق كمان بطولة كأس مصر. فيا جماعة لما يبدأ الدوري بالنتائج دي ويبدا بفوز وب3-1 على المقصه بيصدر جدول المسابقه، اعتقد يا فارس محتاجين ان احنا نهدى شويه على اللعيبه اللي هو موسيماني بيقول لك ده بيطالبوني بالعشره من دلوقتي. انا معاك يا اسامه، فده اللي محتاجين نشوفه في فقرتنا بعين تاني. بعين تانيه زي ما اسامه قال لكم، فوز النادي الاهلي حققه على المقصه. النادي الأهلي الوحيد اللي بيحاسب يكاد يكون في العالم من إعلام أو غيره بشكل غير منطقي، بمعنى النادي الأهلي محقق بطولات، النادي الأهلي ماشي على المسار الصحيح، أكتر فريق لعب مباريات الفترة اللي فاتت فطبيعي أن الإجهاد مختلف، ولكن اللي يبص بدنيا في مباراة المقصة سامح هيلاقي الفريق ما شاء الله واقف بدنيا على رجله كويس قوي، بنلعب فريق بيلعب بفكرة الأوفسايد تراب مصيدة التسلل، كان إيهاب جلال بيفكر بطريقة أريجو ساكي ومصيدة التسلل الدفاع المتقدم عشان يقلل المسافة ما بين خط الهجوم وخط الدفاع، ولكن ما كانش عنده فرانكو باريزي فنتج الموضوع عن 3 أهداف وهدف ملغي. شفنا محاولات النادي الأهلي في المباراة 12 محاولة منهم 7 محاولات على المرمى. أعتقد اللي بيقدمه النادي الأهلي أكيد بعض الجمهور شايف أن النادي الأهلي لازم يكون في فكرة الكمال في الأداء، ولكن رغم وجود بعض النواقص بنشوف لاعبين بيدخلوا في التشكيل، لاعبين بيأدوا لأول مرة، وبنشوف مدير فني بيحضر للمباراة كويس قوي، بيشوف المنافس بيلعب إزاي. مدير فني ما استناش يا أسامة وقال في المؤتمر الصحفي أن أول حاجة عملها بعد المباراة راح لمحلل الأداء سأله عن تمركزات اللاعبين في خط الهجوم، واكتشف أن أغلب الوقت كانت التمركزات غير صحيحة. ده المدرب اللي بيشتغل، ده المدرب اللي لازم ندعمه طول ما الأهلي بيحقق نتائج، وحتى لو النتائج تراجعت لحد ما نقيم التجربة بالكامل. يا جماعة بقالنا 3 سنين مفيش مدرب بيعمل بري سيزون في النادي الأهلي، مفيش مدرب بيختار الاسكواد بتاعه، لازم نفكر ان النادي الأهلي يبقى عنده البروجكت بتاعه ندعمه للآخر يا أسامة. أعتقد رأيك ما بيختلفش معايا كتير. أعتقد بس هو ربما يكون الأمر وصل للمشاهد، وطبعا لكل جماهير النادي الأهلي اللي دايما حابة تشوف النادي الأهلي في قمة المستوى الفني غير النتائج. الشوط الأول كان شوط إلى حد بعيد سلبي إلى حد ما للنادي الأهلي، ولكن الشوط الثاني حصل تغيير، وتحديدا بعد نزول ناصر ماهر اللي طبعا يعني خساره كبيره جدا، قدم مباراه كويسه جدا او شوط كويس جدا، ولكن بنتمنى له السلامه ان شاء الله خلع في الكتف. كمان بنتمنى السلامه لجونيور اجاي وكل لاعبي النادي الاهلي المصابين. لكن في نقطه لازم بنركز عليها دايما هنا في الاهلي، خط احمر وهي الاكسبكتد جولز او الاهداف المتوقعه، لان هي بتبين او بتوضح مدى شغل المدير الفني. لما يبقى في مباراه زي دي الاكسبكتد جول للنادي الاهلي او الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي تسجيل 4 أهداف، انت سجلت فعليا 4 أهداف، تم إلغاء هدف هنتكلم عنه، ولكن في النهاية النتيجة طلعت 3-1. فلو أداء الشوط الأول وارد جدا يكون في مشكلة فنية، ولكن بنقدر نصحح، والشوط الثاني بنقدر نكون كويسين وبنقدر نحقق الفوز، فرفقا بالفريق واللاعبين والجهاز الفني، وإن شاء الله مع الوقت النادي الأهلي طبعا الكيرف هيعلى تاني. لكن في لقطة برضو كانت حديث الجماهير وتحديدا جماهير النادي الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي، لقطة عمرو السولية مع محمد شريف، النرفزة الملعب اللي حصلت. لكن دي لقطة عمرو السولية بعد ما سجل الهدف الرائع، بصراحة هدف تحرك ممتاز جدا، عمرو السولية بيقدم موسم ولا أروع. عمرو السولية نضج بشكل كبير جدا جدا، وكمان بيسجل في نهاية دوري أبطال أفريقيا، فبيسجل اسمه في التاريخ. فبالتالي عمرو السولية بقى من اللاعبين اللي بيهمهم جدا فكرة إن اللعيبة تلعب بجدية شوية. وارد جدا تكون في كورة محمد شريف تعامل معها بشكل مش هو، فحصلت نرفزه ملعب محمد الشريف طبعا اول مباراه ليه وعاوز يثبت نفسه لجماهير النادي الاهلي، فحصلت النرفزه دي، ولكن تم بعد هدف عمرو السوليه راح على طول لمحمد شريف. مش عاوزين نكبر الموضوع، الموضوع بسيط جدا، بيحصل كتير جدا. احنا عانينا في اوقات كتير جدا في جماهير النادي الاهلي ان بعض الاوقات بتكون الفرقه مريحه،
فلما يجي بعض اللاعبين الكبار زي محمد الشناوي او عمرو السوليه ويبدا يشد بعض اللاعبين الكبار ايضا ولكن لسه جداد على النادي زي محمد شريف، لازم نعدي الامور دي. الامور دي بتحصل جدا في الملعب ومش عايزين نوصلها او نكبرها اكبر من حجمها من ايام الكابتن صالح سليم وهو لاعب كره، وهي الامور دي بتحصل والامور دي هي اللي بتشد الفرقه. واعتقد تفاهم جدا عمرو السوليه مع محمد شريف، لان انت برضه يا محمد يا شريف اكيد اكيد بدعم جماهير النادي هيكون باذن الله، انا واثق هتكون مهاجم مصر الاول لما تمتلكه من مهارات تؤهلك لده بدون بقى فكره تكبير حجمك او الكلام اللي بنشوفه في انديه اخرى. انت عندك المهارات دي ولازم تتقبل ده من النجوم الكبار، لان انت في وقت من الاوقات ان شاء الله هيبقى فارس موجود نفس المكان ده وبرضه هيدعم بعض اللاعبين اللي لسه جداد على الفرقه وان يشدهم برضه جوه الملعب. محمد شريف بالنسبه لي لعيب قدراته مميزه، احنا بنتكلم في لاعب محمد ناجي جده كان رصيده التحركات بدون كره، ومحمد شريف من افضل اللاعبين في مصر اللي بيعملوا الدور ده. بس حابب اكد على حاجه في اللقطه اللي انت اتكلمت فيها، لان ما وراء اللقطه برده كان حاجه عظيمه جدا، وهو يا احمد فكره كهربا. كهربا كان واقف بيتدخل في الموقف بشكل لطيف جدا، كان حريص ان المشكله تحصل قبل المشكله تخلص قبل ما المباراه تنتهي. وانا حابب ده من كهربا، يعني حابب الدور ده من كهربا في اطاره الدور المفاجئ لان كويس جدا ان كهربا يحط على نفسه المسؤوليات دي، لان كهربا زي ما انت بتعملها دلوقتي هي بتلزمك انت نفسك بنوعيه معينه من التصرفات والسلوك اللي بنتوسمها فيك. فبجد كانت لقطه ملفته للناس اللي بتركز في التفاصيل زي جمهور النادي الاهلي دايما.